بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. مثل هاي المطارات هذه النوعية أكثر من 3/4 حصان، تقريبا 3/4 حصان وشوية. هذا المطار طبعا يصير مغلق من الخلف، فحتى اللفة لازم نفتح كل الأجزاء البلاستيكية، نفتح الخنزيرة مالته من الناية الأمامية كليته في سبيل أن نحصل على فقط الاستيتر الحديد هذا اللي تشوفونه حتى نحميه بالنار واللفة. هذا الماطور هسه محروق، راح نبلش وياكم عملية الفتح وعملية إخراج الاستيتر ولفة. شلون راح نعرفه محروق؟ راح نخليه على الكهرباء. لاحظ الجوزة شلون راح تطفر، طفرة الجوزة. إذن هذا الملف بعطب راح نفسخه ونشوفه. بداية فتحنا هاي الخنزيرة تشوفوها حتى نقدر نشوف ذني البراغي، ان هاي البرغي يكون مدفون جوا. فراح نفتح هاي الخنزيرة نطلعها لي برا، نفتح هذا الغطاء الخلفي. بعد ما نفتح هذا المناية اكو برغيين، يعني برغي هنا يصير وبرغي هنا يصير. نستعرض وياكم، فتحنا 3 براغي، فتحنا مجموعة الخنزيرة هذه، الغطاء هذا فتحناه اللي يكون هنايا، فتحنا برغيين يعني هنا جوا، فتحنا هذا الغطاء اللي يغطي المكثف، طلعنا على القاعدة البلاستيك، فتحنا الغطاء الخلفي، طلعنا المروحة، فتحنا 3 براغي، طلعنا مجموعة الروتر، لقينا الملف ضارب هنايا. تشوفون هذا الضرب؟ هذا الضرب هنا، خلينا نشوفكم اياه. هذا الضرب حتى قاطع الواير صاير ضرب هنا خام اسود. فراح نجي شلون نطلع الروتر. طبعا كل من وطريقته باخراج الملفات. هاي نار سيوز ما تبين لي، الشمس عالية. طريقة معلقاني. يعني جزء دقيقتين شوي. هذا موتور كبير، اوزع النار بالتساوي. هسه راح يسقط الملف وحده. شوي اليوم الشمس قوية. اعذروني وحدي اذا اتصور. هاي الحماوة تفيد حتى الاسلاك حتى تطلع بسهولة من العوازل اذا ما محروق كامل. هاي معلقة ببرغي مال الماطور، حتى الثقل دائما يصير للاسفل يوقع. دائما اوزع النار، لا اخليها بمكان واحد لانه احتمال يموع الالمنيوم. هسه راح يتوسع النار البوري ويوقع. ارتفعت الحرارة زايد. لاحظ وقع، هنطفي. وقع عندنا الاستيتر كليته، نحاول نبرده بالمي. بعدين نقصه. من هيك ملفات ثانية اقطعها بالكوسرة هالشكل، الكوسرة ما خليها تدخل اللي زايد بالطرف، وحاول امسك اثناء القطع، امسك لان هذا اصور بيدي وحدة، امسك بال هاي الماسكة واقص من الجوة من جهة الحديد. راح اكمل قص مالته. طبعا بعد ما عزلناه ولفيناه، لفيناه هسه النصف الاول من ملفات التشغيل، البداية تكون باتجاه والنهاية تكون باتجاه ثاني. هسه راح نقلب الماطور ونكمل وياه لف النصف الثاني. هنا اكتملت ملفات التشغيل، طلع عندنا طرفين سوينا له عزل، بقت 4 منا و4 من هاي الجانب حتى نلف ملفات التقويم. ايضا كمل ملف التقويم، طلعنا عندنا 4 اطراف. راح نجي عمليه البندجه. اكتمل اللف وتورنش، هسه راح نرجع نحمي هذا الكور بالنار مره ثانيه حتى ندخله بصوره صحيحه. بعد ما كملناه وشغلناه
المكثف مالته طبعا 15 متر فراغ، امبير مالته 7/10، والموتور ما شاء الله كلش نشط. راح اعطيكم بياناته وطول المجرى والقطر ونكمل وياكم. طبعا هاي البيانات مالته، الموتور 600 واط يعني 3/4 الحصان تقريبا شوي اكثر، طول المجرى 5.9، القطر 5.8، الرننج 0.60 يعني 6 دزيم، العدد 60، الستار 0.45 يعني 4.5 دزيم، العدد 110، المكثف مالته 15، سحب الامبير ماله 7/10. تحياتي لكم وشكرا جزيلا.